الله سبحانه وتعالى الا بغى لك واحد الحاجه يسرها لك وخا تكون في مسبع، والا بغاش لك الله وخا تكون مع شكون انت، كلشي باذن الله. المهم حنا داخلين على عيد ديال عاشوراء، كاينين الناس اللي كيديروا هادشي ديال الشعواده، وبيان سور انا الله حرم هادشي كامل، وكاينين الناس مساكن كيتاذوا. مي غادي ننصح واحد النصيحه للناس اللي كيمشوا لهاد الشعواده وكيمشوا عند هادو اللي كيسحروا وكيمشوا، داكشي راه ينقلب السحر على الساحر، يعني داكشي راه ما منه حتى حاجه، والناس خاصهم يعاو ان داكشي ما منه حتى حاجه، يعني الناس يتقوا الله ويبعدوا على الناس. الناس راه مساكن كيمرضوا، راه كاينين الدراري الصغار كيتخطاو داكشي اصلا للتلاح. الله يعطيكم الستر ان هادشي حاولوا حيدوه منكم، حيت اي واحد جا صويره تيقول لنا ان احنا صويرير راه سحارين وفاعلين تاركين. مي جيسبيغ كاع الفكره يعني تحيد على اي واحد، على يعني كاع المدن، حيت اللي ولينا حنا الظاهره كاينه بزاف عندنا صويره تيقول لك انتم كتسحروا انتم كديروا كدير. مي حنا شي ما منو حتى حاجه، حنا الناس داخلين سوق رانا في صويره، داخلين سوق راسنا بزاف، وكي تيقول لك المطر غادي ينحو حويطه حويطه. مي جيسبيغ ان شاء الله دوز هاد عاشوراء مزيان، وان شاء الله عاشوراء حتى هي الجايه، يعني ما يكونش هاد الشيء راه الناس تهما مساكن اصلا نصويريين غير على قد الحال، وان شاء الله يعني يفهموا الفكره ديالي. انا المهنه ديالي تنبيع الحوايج، وبهاد المناسبه ديال عاشوراء، بهاد المناسبه ديال عاشوراء الله يجزيكم بخير، اي واحد تيسحر وتعرفوا فشي حومه خاص يتحارب السحر والشعوذه، لانه داز علينا السحر والشعوذه مده 13 سنه باش يدوا لي هاد المحل يدير فيه قهوه. سبب السحر، وانا كنت كنشكي عليه ونقول له كيسحر عليك، كيقول لي ما يمكنش، والسحر كاين، ولا يفلح الساحر من حيث اتى، والظلم ظلمات يوم القيامه، الانسان اللي كيسحر باش غيلقى الله سبحانه وتعالى. هنا سحروا لي على المحل طرف وفساد حدا باركينغ خاوي، هادشي اللي هضرت بزاف ديال الاذاعات ودرت بزاف ديال الشكايات، وانت بغيت نعرف حتى بعت هذا المحل اللي لقيت الناس اللي بيدوا لي المحل ديالي باش يديروا فيه قهوه على هاد لاتيراس اللي حداه. وبهاد المناسبه ديال عاشوراء خص قضية القضيه ديال الشباب وعشوية ديال الهز الماء وخوي على واحد زمزم، يقدروا حداه بغاتو خدمه في واحد كيتعطيه شي دور مع الدراري ويخوي على شي واحد، وهذا الشيء راه كاين. وهذا بالمناسبه اما اي واحد فيه السحر والشعوى عنده الجن كما كان النوع ديالو ما كاين لا الحياه لا طاقيه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لان انا ديجا كنت درت شكايات فاش ذبحوني وصبحت حي، عطاني الله واحد خويزه، اي واحد عنده المس والحمد لله عالجت حالات بزاف بار تيليفون، يكون في فرنسا في هولندا في اي بلاصه كان، نمشي لكاليزيها معاه ونمشي عند وكيل جلاله الملك ونقول هذا السيدي لما تعالج يتابعوني قضائيا. يحاولوا يوعوا الشباب بعد المناسبه ديال كورونا يديروا لكم المهم، ما باقيش يتبعوا ذاك السحر والشعوذ، راه الله هو اللي كاين، ولا بغى لك الله شي حاجه راه بغاها لك، وكل شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذوك الناس اللي كيديروا هذا ديال عاشور كيديروا هذه المشكله، انا عندي 65 العمر ديالي ما عمرنا عقلنا هذا الشيء، هذا الشيء اللي كيديروا هذ الناس راه خطير خطير بزاف. لا مع الله ولا مع العبد، راه مصيبه داير مع هذا العبد كيديروا هذه المصيبه، كيصحوا الناس الاشباب، الناس كيدعوهم في حياتهم، كيدعوهم في المستقبل ديالهم، كيدعوهم كل شيء، وكيديروا هذيك الفكره تاع الشياطين، راه كيخرجوا على التصرف ديالهم هما وعلى المجتمع. راه كنطلب منهم لا ما يشوفوش هذا، يشوفوا من الله، لان يوم القيامه راه غادي يتحاسبوا. شنو هي النصيحه اللي تقدر تقول لهم؟ نقول لهم الله يرحم لهم الوالدين، اللي ما يدير شي حاجه خو المسلم راه بحالك بحال خوك المسلم، وبيتادي وبيدير شي حاجه راه بحال اديتي نفسك، وراه غيتحاسبوا يوم القيامه. هذاك نفسك راه كل من قتل واحد النفس متعمد متعمدا ولا هلكها راه قتلنا جميعا، حياها راه حيانا جميعا. دوز ثلاثه عيالات دوزتهم، ولد من الاولى طلقتها، الثانيه ولد مع ثلاثه بلاتي مزوزهم، وهي امهم ماتت دوك مزوز واحد اخرى ما كتولش بخير ولا خير، داكشي ما كنتسوقش ما كنحاديش حاجه اللي كيحبها لك الله، وكلشي ماشي سحر، المحبه من الله، السخر من الله، وما داكشي ديال اسمه ما عندنا ما نديرو به. مين كان يقول الله والله اذا هو اللي يقتل هو اللي يحيي هو كل شيء قادر، راه ما دار الله مين العبد وخي يدير اللي يدير، مين كل شيء بيد الله، واش هذا هو مديور وانا مديور بيدير ولا مديري، ما قاتني ما حياني ما عيطتيني ما غادي يفقرني ما غيدير والو، مين بحالي بحالو عبد بعدو عبد بحالي بحالو. الله سبحانه وتعالى الا بغى لك واحد الحاجه يسرها لك وخا تكون في مسبع، والا بغاش لك الله وخا تكون مع شكون انت، كلشي باذن الله. بلاتي كيسحروا الدراري على داك الشيء ما ضر عليهم، وحتى الاخرين داك الشيء مع المدار كيرجع على بنادم، وكنقول للبنات ان ما كيضيعوا فلوسهم، وداك الشيء ما داك الشيء ديال السحر فيه طيب من فعل اللي بيبغيك بيبغيك من قلبه ماشي من السحر، حيت داك الشيء مع المدة كيرجع على بنادم، غتصدق خاسر مع راسك ومع داك الواحد
صدق خسرت مع سيدي ربي هذه هي المشكل. واد السحر كاين ولا ما كاينش؟ كاين وكان امن به حيت ديجا طرا ليا. كنت كنعرف واحد السيد وكان تقريبا بطرت ما بغانيش انايا نمشي نهضر مع شي حد ولا سميتو كان كيسحر ليا وهذا الشيء مع المده اكتشفتو انايا. باش عرفتي تقريبا؟ ما كنتش كنقدر نعاس، ما كنت كنتخاصم مع دارنا، كنخرج من دارنا بزاف، كنت خوتي كنتخاصم معاهم كلشي كبقى ما كيدينيش النعاس، كنحلم شي احلام خايبين، كندخل لدارنا ما كنقدرش نجلس فيها، راسي كيتزير عليا كلشي، وما كنفكر حتى شي حد، زعما كنقول للبنات داك الطريق اعتمدت ساحيد ما نسلكاش، كون كتنسلك راه اي واحد غتلقاه غادي مع وحده راه زعما راه بالسحور اللي بغات راه غيبغيك عادي، ما عندهاش يبغيك بالسحور شي حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.